ذكرى سنوية سعيدة. يا لها من هدية لطيفة، شكرا. وأنت ألطف من كل هذا. أنت أفضل رجل في العالم. كيسي هيا استيقظي. إذن هذا ليس حلما، ارحل أيها الوحش. ابنتي ماذا بك؟ هذه أنا أمك. آسفة، كان لدي حلم غريب. استيقظي من النوم، إن نات ينتظرك هناك مع هدية للذكرى السنوية. رائع، لم ينسى. أتمنى أن يهنئني نات تماما كما في حلمي. ذكرى سنوية سعيدة. يهو. كيسي أنت الأروع، أنت الأجمل. كيسي أنا أحبك. كيسي أنت. هذا يكفي. ماذا بك؟ هذه التهانئة. وما هذا اللون؟ لماذا أسود؟ هذا لون غير اعتيادي. هذا اللون ليس رومانسيا. عزيزتي لماذا أنت غاضبة؟ أنت لم تصرخي من قبل. لأنني سئمت من كل هذا، أردت شيئا لطيفا، وأنت لم تحضر الزهور حتى. أحضرتها هاري. تفضلي، هذه 4 باقة، معنا الهدية أيضا. ما رأيك؟ أتعجبك؟ بالطبع. لا أحمق. بوم. في الواقع أنا خبيرة في العلاقات، لذلك فإن نصائحي ستساعدك كثيرا. كلا إيفا، سنتولى الأمر بنفسنا بدون نصائحك الغير المفيدة. أرجوك انتظري. ابتعد دعيني أقدم لك هدية أخرى. ما رأيك أن نذهب إلى حفلة موسيقى الروك؟ أنت جاد، أنا لا أحب الروك. ولكن كيسي، لنتزلج على لوح التزلج إذن. لا، يا لك من غبية يا كيسي، إن نيت يقدم لك هدايا رائعة وأنت ترفضين. رائعة؟ هل تعتقدين أن هذا أفضل من مشاهدة ميلودراما؟ بالطبع نعم، أفلامك الميلودراما تجعلني أتعصب. هذه أفلام جميلة، دماغك الصغير لا يستطيع تقدير المشاعر الحقيقية. ماذا؟ هل سميتني بالغبية يا دجاجة؟ أريل لا تفعلي. لماذا أنت صامتة يا خرقاء؟ إيه، لا تجرؤي على إهانة صديقتي. هل جننت؟ إنني الآن. توقفا، اهدأ. أعتقد أني أعرف سبب المشكلة، إن ثنائيكما بشع. ماذا؟ بل أنت البشع، أنا ونيت نقدر بعضنا. هل هذا التقدير تتشاجران باستمرار؟ لستما مثلي أنا وزاق. أنتم جميعا لا تناسبون بعضكم البعض. نناسب؟ حسنا، إن كنتم تعتقدون ذلك، لنتحقق إذن أي منكم أفضل ثنائي حقا. ماذا علينا فعله؟ إلى متى سنجلس هنا؟ عزيزتي لا تنزعجي، نحن ننتظر لوقت طويل. ماذا تكتبين؟ لا تزعجها. انتهي. حسنا، سنبدأ المسابقة صغيرة لأفضل ثنائي، على الرغم من أني أعتقد أنه لن يفوز أحد منكم. هيا الجنينتي، اجلس. هيا. أنا خبيرة، كان لدي الكثير من الأصدقاء، لذلك أنا الأفضل في العلاقات. سئمت منك، أخبرينا ماذا نفعل؟ يجب أن يقدم كل من الفتيان أفضل وأكثر دعوة رومانسية للفتيات خلال 20 دقيقة. 15 دقيقة تكفيني. عظيم، بدأ الوقت. فتيات اتبعنني. إذن أي شيء؟ هذا يناسبني. إذن هيا شاركني. لقد وجدت أولا. تماما ما أحتاج. انتهى الوقت، من الأول؟ أنا. اجلس يا مزعج، أنا الأول. هورن. قلب من القمامة. كيسي ما رأيك؟
كيف أقول؟ إن هذا هراء، هل صنعت لقلبا من القمامة حقا؟ واضح. زاك؟ تفضلي، هذا من أجلك. انظري تحت الأريكة. حسنا، انظري في خزانة الأدراج على الرف الثالث. أزل، إنها لعبة. وما هذه الرائحة؟ رششت علي رائحة عطر الفراولة. واضح. أمل أن تكون هذه الأخيرة. انظر إلى الثرية. هل تمزح معي؟ سأبحث عن هذه القلوب أطول من الوقت الذي سأقضي معك. عزيزتي، كان من الأفضل أن تفعل مثل نيت، كل شيء بسيط وواضح. يهلك من غير ممتنة، إن زاك قدم دعوة رائعة جدا. ماذا؟ والآن الأمر واضح لي، كما قلت أنتم ثنائيان سيئان ولا تناسبون بعضكم البعض. مستحيل، سنخرج معا وسنتحقق من ذلك. أوهي، كما تريدون. إذن متى سنأكل؟ لم نأتي من أجل الطعام فحسب. ماذا تقصدين؟ نحن نأتي دائما لنأكل لا أكثر. نعم زاك. أجل، نأتي من أجل الطعام. هذا لقاء غير عادي. أوه، الآن سنتحقق من مدى معرفة الفتيات بكما يا أولاد. يبدو هذا مثيراً. وهذا أيضاً، يجب على الفتيان عدم رؤية أو سماع أي شيء، بينما ستطلب كيسي وأريال الطعام المفضل لدى كل منكما. وأخيراً الطعام. هذا لكما يا فتيات. أنا أعرف بالتأكيد هذا. سأختار هذا. هل أنتما متأكدتان؟ حسناً. فتيات، يمكنكما أخذ السماعة. أيمكننا الأكل الآن؟ نعم، افتحا عينكما. هل هذا لحم؟ نعم، أنت تحب اللحم مع الكاتشب؟ نأكل هذا في كل مرة عند لقائنا؟ أنا لا أحب اللحم، أنت تطلبينه دائما لشخصين دون أن تسأليني عن رأيي. إذن دعني أكله، سأتقيأ من كمية الحلوى التي أكلت. ضع مكانه؟ ماذا تقصد؟ هذه الحلوى المفضلة لديك. كلا، أنت تطلبينه دائما، لذلك لكي لا أحزنك لا أقول أنني أكرهه. هذا لذيذ، إذن كله. كما تشاءون، أحمقان. حسناً صح، هل فزتم بلقب أفضل ثنائي؟ كلا، كيسي لا تعرفني على الإطلاق. مثاري المعي. أوبا، لماذا أنتما حزينان هكذا؟ وكأنك لا تعرفين، لقد تشاجرت مع أرييل وأنا مع كيسي. كان هذا متوقعا. مرة أخرى أكرر، أنتم لا تناسبون بعضكم البعض. نناسب، أنا وأرييل علاقتنا أفضل منهما. هل جننت؟ أنا وكيسي أفضل، بل نحن. هل فقدت عقلك؟ متى أصبحت شجاعا هكذا؟ آسف، لم أقصد. كيسي، أنت محظوظ. أهلا عزيزتي. اشتريت بعض الزهور. شمسي، سامحيني. لا، اشتريت لك هذا البرجر. كم رائحته لذيذة. حسنا، هيا اعطيني هذا البرجر. كيسي، هذه ورودك المفضلة، اخترت الأجمل. حسنا، سأسامحك. عليها أشواك. فو، هل هو من الدجاج؟ أنت تعلم أنني أحب لحم البقر. لم يكن هناك في المحل غيره، لذلك أخذ. ماذا تعني بلم يكن؟ لكن لذيذ، لذيذ. عزيزتي، سامحيني. كل هذا لذيذ. كل، لا تأخذ الكل.
لم أقصد ذلك. قل لذيذا لذيذا. آسف آسف. يؤلمني. آسف لم أقصد. سأصلح هذا الخطأ. لماذا تصرخين؟ نسيت أن عليها أشواكا وبعد. لا تغضبي، يمكنني الذهاب إلى متجر آخر. ابتعد عني، لا يمكنك فعل أي شيء جيد بنفسك. أنت أيضا أيها الفنان الغبي، وأنت حنون، لا يستطيع حمايتي حتى. قلت أنني مغني روك أحمق، إذا اذهبي وابحثي لنفسك عن رومانسي يناسبك. وأنا وجدته، سأختار زاك بدلا عنك. عظيم، أنا ونيت نناسب بعضنا البعض أكثر. أوافق، سأكون وكيسي ثنائيا مثاليا، على الأقل هي لا تتشجع أثناء الطعام. حظا سعيدا إذن. ارحلا هيا. أجل، أنا وكيسي سنخرج معا. أنا أذهب؟ أجل. ما الذي حدث هنا؟ للتو؟ تماما كما قلت، اللطيفان معا الآن والجريئين أيضا، الآن سيكون كل شيء بخير. أنا أشك. لدينا حقاً الكثير من الأشياء المشتركة. أجل، يجب أن نشاهد ذات مرة فلماً مع الكاكاو والكعك. أوي، لقد تلطخ وجهك. أنت أيضاً. أين؟ هنا. كيسي. ماك، أنت ممتع للغاية. معك أيضا. يعجبني قضاء الوقت معك، لكن علي العودة. إذا لنذهب. هل يمكنك أن تحملني؟ ساقي تؤلمني جدا بعد الكعب. إن المنزل ليس بعيدا. ولكن نيت كان يحملني دائما. آسف، لكنني لست بهذه القوة. أجل، حسنا. سأعود قريبا. لا يريد أن يحملني الآن، لن يكون لديه خيار آخر. أوتش. أي كم هذا مؤلم. مؤلم. ماذا حدث؟ لقد جرحت ساقي، كيف سأعود إلى المنزل الآن؟ حسنا، دعيني أحاول حملك. لا أستطيع. يا للهول، ماذا سأفعل الآن؟ لدي فكرة. الآن لن تؤلمك رجلاك. أجل. يا للعجب أرييل. وآسفة، سأنظف كل شيء الآن. لماذا؟ هكذا أفضل. أوه، لقد تعودت أن زاك يتذمر بسبب القمامة دائما. انسي ذلك. لا أهتم بالقمامة. اسمع، ما رأيك أن نتنزه؟ موافق. رقائق رائعة. أجل، وأخيرا لا أحد يمنعني من أكله. أجل، ولا أحد يقول كيف يمكنك أكل هذا الطعام الدهر. هذا صحيح. لقد تعبت، أريد الجلوس. دعيني أحملك للمقعد. لا، أريد الآن. افعل كما كان يفعل زاك. كيف ذلك؟ اقترب أكثر، اقترب أكثر. هل ارتحت الآن؟ لا، انتظر. انظر إلى نيت. صح. ماذا؟ هل أنت حنزة؟ ابتعدا، يجب أن نصور هذا. كفى، إنها دهراء. حسنا، لقد ارتحت على الأقل. لقد قضينا وقتا ممتعا معا. حقا، واثقة من أنه كان شيئا مملا، أما أنا ونيت استمتعنا بوقتنا جدا. أجل، شيء لا يوصف، كانت أفضل نزهة في حياتي. بل نزهتنا كانت الأمتع والأفضل، وكل هذا بفضل كيسي. يا لطيف.
كم هذا مقرف. بالمناسبة لدي شيء لك. انظري، حضرت خصيصا لك. واو، كم هذا لطيف، لقد أعددت لك أيضا. خذ جربها. لا، أنت جربي أولا. بل قلت أنت الأول. أنا قلت أنت. بل أنت. هيا كلي. بل قل أنت أيها الأحمق. من الواضح أنكما ثنائي مثالي. أها، ليس لدينا مشاكل كهذا لأنني لا أحمل الطعام معي. ماذا؟ ماذا تقصد بلا تحمل؟ لم تحضروا للغداء؟ أكان علي؟ سأفعل الآن. مرحبا، أحضرت غذائك، أريني إياه. نعم، ها هو. عظيم، خذي شهية طيبة. هاي شوش، اجلسي بصمت. شكرا، كما تريني أنا ونيت ثنائي مثالي. نحن أيضا. كل يا أرنوبي. شكرا أرنبتي. ياه. جنون، من المستحيل تحمل زك على الإطلاق. لماذا؟ لقد كنتما لطيفان في المدرسة، اعتقدت أنكما تناسبان بعضكما. أجل طبعا، هل تريدين أن أخبرك كيف تنزهنا؟ أجل، هل تبقى الكثير؟ ما هي المفاجأة؟ سترين الآن، تبقى القليل. انظري. ما هذا؟ زهرة. ولكن هذه شجرة. بالضبط، الزهور في الباقة تموت سريعا، ولكن الشجرة ستدوم إلى الأبد، وفي الربيع سوف تزهر بشكل جميل، وسأطلب لك جلسة تصوير، أليس هذا رائعا؟ نعم جدا، أنت مبدع. كنت أعلم أنها ستعجبك. شجرة؟ يا لها من نكتة. ليس مضحكاً. لا عليك، ألم يقل أنه سيقيم جلسة تصوير؟ لطالما كنت تشكين أنه لا يريد التقاط صوري لك. أنت على حق، سأصنع من ذاك الفتى الذي أحتاجه أنا، وسيندم نيت جداً عندما سيرى سعادتنا. هذا ما يسمى مطعم. أجل، أتفق معك. ما هذا؟ آسف، حدث من تلقاء نفسه. هل تسمع هذه الأغاني المقززة؟ ليس أنا، إنها كيسي من وضعتها هناك، كانت تستمع لها. ماذا ماذا؟ إذا لا تزال تحتفظ بأغاني تلك الفتاة؟ لقد نسيت حذفها فقط. وهل نسيت تركها؟ أم تختار من بيننا بعد؟ هاي إلهي، هذا يكفي. نعم لقد نسيت حذفها، ما المشكلة؟ أنت مجنونة، لماذا غضبت بسبب هذا؟ واو مدهش، زاك لم يجب حريه بهذه الطريقة، إن جرأتك تعجبني جدا. هل ستصرخين مجددا؟ لا، سأرقص. تعرفين تبدين رائعة، تريدين التقاط صور؟ حسنا لما لا. أريني ماذا هنا؟ تفضلي. ما هذا الهراء؟ أنا لم أقف هكذا، لماذا أنا لطيفة هنا؟ دعيني أعيد التقاطها. سأقف هنا. هذا جنون، أردت صورا جريئة، لماذا قررت فجأة التقاط الصور؟ لأن كيسي كانت تطلب دائما التقاط الصور، اعتقدت أن الفتاة تحبنا ذلك. قلت كيسي، إذن اذهب إليها أيها الأحمق. إلهي، هستيريا. ماذا، هل تشاجرتما؟ نعم. ها، ربما الأفضل عليك العودة إلى كيسي. لا، إنها سعيدة مع زاك هناك، وأنت ابتعد ولا تزعجني بنصائحك، اذهب إلى غرفة أخرى. أنت بالتأكيد أحمق. إن ذلك التبادل كان فكرة سيئة للغاية. موافق، إن نيت ينتقم من كيسي وأريل من زاك. أجل، كل منهم ينتقم من الآخر ولكنهم ليسوا سعداء. علينا إعادتهما كما سبق، كيسي ونيت وأريل وزاك.
لقد سمعت حديثكما للتو وأمنعكما من فعل ذلك. ولما ذلك؟ ألا تريان نفسكما؟ نيت جريء مثل أريال وكيسي لطيفة مثل الزاك، لن نجد ثنائيا أفضل منهما. توقفي عن قول هذا الهراء، إنهم يتشاجرون دائما، علي الإصلاح بينهم. كلا. ها؟ هذا سيكون أفضل لهم، مشاجرة صغيرة وبعدها سيكون كل شيء على ما يرام. أوه، وأنت هنا يا فاشلة، كيف هي أخبار صديقك الفاشل؟ لا أعرف، ألست أنت ماني لأنني مع الأفضل فقط؟ لا تغضبيني يا مزعجة، اخترعي إهانة جديدة أيتها البلهاء. أيتها الحمقاء. لنفرق بينهما. كارين بادرومس. كيتي مرحبا. ما الذي تفعله هنا؟ بابك كان مفتوحا لذلك دخلت. كنت تغنين؟ لا يهم. لماذا جئت إلى هنا؟ هل قررت إرجاع النقانق؟ بالطبع لا، أقصد سأشتري لك واحدا غيره، لكن لاحقا أريد أن أسألك عن كيسي الآن. وماذا عن كيسي؟ كل شيء بخير عندها أو بالأحرى عندها. إلهي كنت أعرف ذلك، ما كان علي التفكير في مصالحتها. توقف، إذا كنت تريد إرجاع كيسي فسوف أساعدك. حقا؟ ألم تقولي أنها مع زاك؟ لقد قلت ذلك بدون تفكير. كيسي أين أنت؟ يا إلهي لقد عادت كيسي. مرحبا صديقتي. مرحبا، لماذا أنت متوترة هكذا؟ أنا؟ لست كذلك، وأنت؟ إن أريال تغضبني. هل رأيت ماذا فعلت في المقهى؟ الآن لن أسامح نيت بالتأكيد، لقد اختارت تلك المجنونة بدلا عني. أسكتي، دعينا نعد لكما لقاء مزدوجا ليرى نيت كم أنت سعيدة مع زاك وسوف يزداد غضبه. رائع، سأنتقم من ذلك المزعج. سأخبر زاك بأن يتصل بهذين الاثنين. شكرا يا صديقة. أمل أنكم قد فهمتم أنني أريد أن يتصالح نيت وكيسي أثناء هذا اللقاء، ولكن أنا أحبكم. لماذا تحتاجين هذا المتجر؟ علينا الذهاب إلى ذلك اللقاء المزدوج. بالضبط، لأن صديقتك السابقة سترتدي أفضل ملابسها، يجب أن أبدو أفضل منها. حقا؟ أتقلقين بشأن مظهرك؟ بالطبع، لا أزال فتاة. أمسك. ما رأيك؟ عظيم، مدهشة، فلنذهب. لا، أين التقييمات؟ زاك دائما يقيم ملابسي. أنا أنت جادة، ماذا نرى؟ قلت ستجلس وستقيم. ما رأيك؟ عظيم. سأجرب شيء آخر. إلهي، ما رأيك؟ هل يعجبك؟ نعم نعم، هذا أفضل. أنت تقيم كل شيء بعشر نقاط، لقد أفسدت مزاجي. سأذهب بملابس العادية. أخيرا. كيف هي الأحوال؟ كل شيء رائع، أليس كذلك يا نيت؟ ممتاز. شمسي، تريدين العصير؟ نعم يا أرنوب. شكرا. أخ أريال، لقد خسرت فتى رائعا يعتني به لطيفا. ماذا؟ اعتني بي؟ ماذا أفعل؟ أريد العصير. اشربي. إلهي، يا له من فتاة. أرأيتي، زاك أفضل من نيت. لماذا؟ لأنه سكب العصير، يمكنني فعل ذلك. تفضلي يا أريال. لماذا لم تفعل هذا من قبل؟ أنتم ثنائي رائع بالتأكيد. هاي، لا يمكنك رمي الطعام. فوه، لم تعد لدي شهية الآن. ماذا بك؟ عليك الأكل، لا يمكنك ترك الطعام في طبقك. لا أريد. قلت لك كلي. ابتعد وكل بنفسك. أوه،
أوه، سأخذ هذا لنفسي. تريدين؟ لا. رائع. لا يهمك سوى الأكل، تزعجني. أرييل، انتظري. أرييل، أنا... ماذا تريد؟ ابتعد. أردت أن أعتذر، سامحيني، لنكن معا مجددا. أجل في أحلامك، لقد استبدلتني بسهولة بتلك اللطيفة، والآن تريدني أن أعود لك؟ لا تقترب. حسناً، هكذا إذن، كيسي أفضل منك على أي حال. خذ الشوكولاتة. أخبرني كيف سارت الأمور، هل تصالحت مع كيسي؟ كلا، مع تلك الحمقى لا أريد. حسناً فهمت. عزيزتي، لقد جئت، هذا لك. شكراً جزيلاً، هذا لطيفاً جداً. إنني سأتقيأ بسببكما حقاً، سأضطر قريباً لحمل داروين معي. أي أحسد بالصمت، أنا وزاك نناسب بعضنا. نعم، ونعرف كل شيء عن بعضنا البعض. أوه، أنتم هنا، أتيت تماماً في الوقت المناسب. الآن سنتحقق من مدى معرفة بعضكما. لقد بدأنا، المزيد من التجارب. حسناً زاك، ما هي القهوة المفضلة عند كيسي؟ لاتيه مع شراب الفراولة. في الواقع هي لا تشرب القهوة، هي تحب الشاي. حسناً، ما هي الحلوى المفضلة عند كيسي؟ هذا سهل، مثلجات بطعم الشوكولاتة، وتحب غمسها في النوتيلا. كلا، الفراولة مع الموز بإضافة القشطة. مدهش، هل تتذكر كل هذا؟ زاك، لقد قلت كل ما أحبه. أوه، انتهى الدرس، سنكمل لاحقاً. هل رأيت نظرة أريل إلى زاك ونظرة كيسي إلى نيت؟ نعم، سيتصالحان قريباً، يبقى فقط الانتظار. ولماذا سننتظر لنصالحهم بأنفسنا؟ بينغو. أجننتما؟ لا يمكن المصالحة بينهما. مرحباً، ماذا قلت لكما؟ أوه، قولي ما تشائين، فلنذهب. أنا خبيرة في العلاقات، عليكم الاستماع إلي، ستندمون. أجل بتأكيد. حسناً، يبدو كل شيء جاهزاً. حسناً، أين نيت؟ لماذا نستعجل؟ ستفهمين الآن. مرحباً، ما هي النصيحة العاجلة التي تحتاجها مني؟ انظر، لقد خدعتكما قليلاً، أعتقد أنكما بحاجة للحديث. عظيم، ولكن أريل لا تريد التحدث معي. في الواقع أريد، أدركت أنني فهمت أنه لم يعتني به أحد مثلك من قبل. فهمت أنني لن أجد فتاة مثلك في أي مكان. يبدو أنه علي ذهاب. ألو كيتي، نعم نجحنا، تصالحا. أحسنت يا هاري. يبدو أن كيسي قد جاءت الآن. يا إلهي كيتي، ألم تستطع تصوير التيك توك كله بمفردك؟ لقد قطعت المناكير بسببك. لا سامحيني كيتي. أريني بسرعة ذلك الجيتار الرائع الرخيص. باختصار سامحني، ولكني قد كذبت عليك، وأنت أيضا يا كيسي. لماذا؟ لكي تتحدث أخيرا. ليس عندي ما أقوله لها. لا عليك، أنتما تحبان بعضكما البعض، أنت تذكر كل ما تحبه كيسي، وأنت لا يمكنك العيش بدونه، وأردت التصالح معه. هل هذا صحيح؟ في الواقع نعم، أسف جدا على انفصالنا. أنا أعيد كل شيء كما كان. هيا. ألم تضع كريم على يديك مجددا؟ إن أصابعك خشنة. أنا أستخدم ذلك الكريم، إنه للفتيات. طبعا، من الأفضل أن تمشي مثل الفزاعة. بل أنت الفزاعة. خذ هذا. حصل على هذا. ألو هاري، يبدو أن الأمر لم ينجح، إنهما يتشاجران مجددا. لا تقلقي كيتي، كيسي ونيت سنتعامل معهما لاحقا، على الأقل زاك وأريل تصالحا. أنت معتها العقل. وأنت هستيرية مجنونة. يبدو أننا لم ننجح.
خذي هذا، خذي هذا، خذي هذا. لا عجب أنني انفصلت عنك. بل أنا من انفصل عنك يا حمقى. اذهب إلى صالة الرياضة يا ضعيف. حسناً. لم أعد أعرف ماذا سنفعل. كيف سنلوم شملهم؟ لا أعرف أيضاً. لا يهم، دعيهم يحلوا مشاكلهم. قلت لكما ألا تتدخلا. لم أفهم، هل تصالحتم جميعاً؟ أجل، لا أستطيع العيش بدون هذا محب الروك، وأنا بدون هذا الرومانسي. جنون، ما كان ذلك إذن؟ تشاجرتما وحطمتما نصف غرفتي وأحدثتم فوضى عندي؟ تشاجرنا وبعدها تصالحنا، ما المشكلة؟ المهم أننا سعداء الآن. كنت أعرف، أعرف كل هذا بفضلي. قلت أنهما لا يناسبان بعضهما البعض. أجل، لكي يتشاجروا ويفهموا أنهم يناسبون بعضهم البعض. الآن يجب أن أكتب كتاب عن العلاقات بالتأكيد. وسأصبح مشهورة. لدينا أنا وأنت الكفي. لنعيد. ولكن شمسي، لم يكن هناك غيره. سامحيني. كيف تجرأت؟ سامحيني أرجوك. هيا سامح. لم يكن في المحل سوى. لماذا تضحكين؟ فعلا مضحكا. هيا مرة أخرى. هيا طم 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 طم. كيسي وأريال سيطلبان الطعام لدي. لقد قطعت المانيكير بسببك. لا سامحيني. حسنا، أين الرائعة تلك الجيتار؟ ما خطب الكلمات اليوم؟ هيا أريني تلك الجيتار الرائعة بالسعر الرخيص. لماذا تضحكين الآن؟ لماذا تضحك؟ أنا بدون سبب، مزاجي رائع اليوم. هذا لا يصدق. أجل أريني. ما الذي تضعينه هنا خلف الكاميرا؟ هذا سهل. مثلجات. سأتقيأ الآن بسببكما حقا. سأضطر لإحضار دلو معي الآن.